الأصحاح السادس. يا إخوتي، إن وقع أحدكم في خطأ فأقيموه أنتم الروحيين بروح الوداعة، وانتبه لنفسك لئلا تتعرض أنت أيضا للتجربة. ساعدوا بعضكم بعضا في حمل أثقالكم، وبهذا تتممون العمل بشريعة المسيح. ومن ظن أنه شيء وهو في الحقيقة لا شيء خدع نفسه، فليحاسب كل واحد نفسه على عمله، فيكون افتخاره بما عمله هو لا بما عمله غيره، لأن على كل واحد أن يحمل حمله. ومن يتعلم كلام الله فليشارك معلمه في جميع خيراته. لا تخدعوا أنفسكم، هو الله لا يستهزأ به، وما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. فمن زرع في الجسد حصد من الجسد الفساد، ومن زرع في الروح حصد من الروح الحياة الأبدية. ولا نيأس في عمل الخير، فإن كنا لا نتراخى جاء الحصاد في أوانه. وما دامت لنا الفرصة فلنحسن إلى جميع الناس، وخصوصا إخوتنا في الإيمان. انظروا ما أكبر الحروف التي أخطها لكم بيدي. هؤلاء الذين يريدون التفاخر بظاهر الجسد هم الذين يفرضون عليكم الختان، وما غايتهم إلا التهرب من الاضطهاد في سبيل صليب المسيح، لأن الذين يمارسون الختان هم أنفسهم لا يعملون بأحكام الشريعة، ولكنهم يريدون أن تختتنوا ليفاخروا بجسدكم. أما أنا فلن أفاخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. به صار العالم مصلوبا بالنسبة إلي، وصرت أنا مصلوبا بالنسبة إلى العالم. فلا الختان ولا عدمه ينفع الإنسان، بل الذي ينفعه أن يكون خليقة جديدة. والسلام والرحمة على الذين يسلكون هذا السبيل، وعلى إسرائيل الله. فلا يزعجني أحد بعد الآن، لأني أحمل في جسدي سمات يسوع. ولتكن مع روحكم أيها الإخوة نعمة ربنا يسوع المسيح. آمين.